ايضا هذا الحداث ساهموا على تمويل التجاره البينيه بين البلدين، تمويل الاستثمارات، وهذا شيء مهم لان هذا هو اللي يمكن فعلا العلاقات الاقتصاديه تعود مستمره ونظره على المدى المتوسط والبعيد. لازم يكون فيه ايضا تمويل لهذا النشاط، وهذه البنك لا تلعب بها الدور، وكذلك هذا المعرض هي يعرف بالمنتجات الجزائريه ايضا، يفتح السوق الموريتانيه لهذه المنتجات الجزائريه، وهذا الشيء ايضا مهم لازم نعطوه الاهميه كامله والدعم حتى ان شاء الله يجسد في العلاقه، وتكون ايضا موريتانيا هي البوابه للساحل الجزائري حتى هذا السوق الكبير اللي مهم ايضا ان يتعرف على بضاعه وانتاج جزائري. كما ايضا لاحظنا ايضا ان اقتصاد موريتانيا والاقتصاد الجزائري تكاملوا، يعني في كثير من المواد الاوليه موجوده عند موريتانيا محتاج لها الجزائر، وكذلك بالعكس في مواد ايضا مهمه في الجزائر، مواد اوليه محتاجين لها، مواد مصنعه ايضا محتاجه لها السوق الموريتاني. هذا التكامل هو الله يعطينا ان شاء الله، ونكون في تعاون رابح رابح، وهو اللي يعطي الاستمراريه ان شاء الله.